واش كاين تما الدب؟ ها الدب شي الدب قال لك ليس كل ما يلمعه دار 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 الاخوان السلام عليكم، صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نديروا جوله في صحراء الحد واد جديده سبع عيون اللي كيتواجدين فاس ومكناس. فبقاو مع الفيديو باش تعرفوا كاملين كيفاش السوق، واش كاين شي بياس، كاين شي مزه ولا والو. مباشرة من العصارة، عصير طبيعي 40، بردوم كلاصي 40، وبزاف جابين اليوم 40، كلشي غيشرب، كلشي غيتبرع، العصير طبيعي. واش دك؟ واش الله يحفظك، ايش دك؟ انا غادي نمشي شحال هذا؟ هانتوما يا اخوانا الطبيلة هادي ناضي ديد اكس بوس هذا 70 درهم السلعه كتشبه لهاديك اللي عندي منها يا زوي مزيان شري مني مرحبا والله الا كتشبه لها نفس الديكوريه والسلعه اللي عندي سلعه وحده هادو عندي منهم
عندي زين زين عندي شي لعيبات خاصني نسافر. وكيفاش هاد البلان ديال هذا؟ هاد البريكو العجب فوقا ها؟ منين؟ هذيك الكارتونه خصها تمشي، خصها تمشي كامله. اشنو صديقي؟ كبرتي؟ ما كتبانش؟ هنا هنا ولا لهيه؟ اليوم ما كتبانش، ما كتبانش كاع. انا براسي انا لا جيت، ما كتسولش فينا. 200 شكون تما الكذب؟ ها الذهب شي الذهب. قال لك ليس كل ما يلمع ذهب. يقدر يكون ذهب ومصري. شحال في الطاسات؟ شحال تبيع له الطاسات؟ هاكا كومبي عطيه 500 درهم. دوز عندي ندير لك شي 4 سكان الرقيق ولا 10. ماشي ديال الايفون، ديال التيبس هادي زوينة. عندي محسن من هادي، هادي زوينة. ما عندكش الايفون؟ خدامة شحال هادي اخويا؟ ماشي اويل عطاك 20 درهم. بقى ندوز بها لي دوني وصافي. ايوا علاش ما كنديرو بها؟ سمع بها السمع. واحد 200 درهم. عطاك 200 درهم على الزوز في هادي؟ 8 على الزوز. عطاك 200 درهم. عطاك 200. صاوب معاه شويه تا هو. زيدو شي 100 درهم. شي حاجة اللي غتبازي عليك؟ المهم لا هذيك 14. أنا مازال فقير. شي ايفون والو البيع؟ ديال الدريس صغار ياك؟ كيما السيكيريتي باش كينعسو كيصوني واقيلا. والو ياتي 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 شي كدي على الله وصافي راك عارف. تلافز تلافز الالكتروني عطيها الخشبه. الخشبه ديال الفيزا ديال الطوموبيل. شنو هذا كله بحال هذا؟ هاتوما الاخوان مازال الناس عاد داخله للسوق دابا. هادي الوقت اللي كيجي الموسم السوق عامر. بالنسبه للسوق هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا جا في الطريق الرئيسيه بين فاس ومكناس. هادي طريق فاس، هادي كدير مكناس، ومن هنايا طريق مكناس. وها الطوموبيل فين خليناها
راه هي بعيدة في البحر. اللي تاعنا في التسع بعدا مزيانة، هانتوما لا ديكور هنايا زواون، هاد البلاصة تزيئة جديدة، هادي عاد كدار هنايا قريبة للسوق وجاية للطريق الرئيسية. الاخوان كيف ما شفتوا كان هذا هو السوق ديالنا، وكانت هذه هي الجوله ديالنا اليوم في السوق. شكرا لكم بزاف، وتحياتي لاي واحد كيشوف الفيديو ديالنا من الاول حتى الاخر. كان معكم اخوكم كريم، تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.